اليوم زي ما حكينا إن شاء الله حنبدأ في تشابتر اللي هو حيكون عندنا 3 4 year series. تشابتر 3 هو خلاصة، أو مش خلاصة، هو بيجمع يعني من أو application ل ل الثيوري اللي درستوها كثير. فدرسنا كثير ثيوريز خلال التشابترز، تو تشابترز، لاست تو تشابترز، واليوم حنشوف كيف انه حنستخدم هذه الثيوري وكيف ممكن نستفيد منها في ريل ابليكيشن. فمثلا انا لو طرحت السؤال الاتي حتى نفكر سوا، لو طرحت السؤال الاتي: لو كان عندي هذه الويف فورم، اوكي، لو كان عندي هذه الويف فورم اللي هي سكوير ويف، طبعا بيريودك، بتروح من انفينيتي الى ماينس انفينيتي، وحابب اعمل اعملها ديكومبوزيشن ان تيرمز اوف بيسك بيلدينج فانكشنز. يعني مثلا احنا اتعلمنا على الساينوسويد، بنعرف نشتغل على الساينوسويد منيح، صرنا انه الساينوسويد كان بي كاركترايزد. الحلو في الساينوسويد اللي مثلا اكس اوف تي بقدر اكتبها اللي هو البيك، مثلا هذه الماجنيتيود اي، إن كانت كوساين أو ساين ما بتفرق. وبقدر كمان in terms of the fundamental period من هون لهون، قلنا هذا fundamental period، وبقدر أحصل على fundamental period اللي هي number of cycles per second اللي هو frequency، مثلا أوميجا تساوي 2 باي على T أو 2 باي F، وقلنا F شو تساوي؟ number of cycles per second 1 over T. فهذه الراديان فريكوانسي. إذا I can express the sinusoid cosine omega t، خليها omega node إذا بتحبوا، f node t node، أوكي، omega node t. وإذا كانت طبعا معمولها phase shift بحط اللي هو الفيس shift. إذا السينوسويد الحلو في الشغل في السينوسويدز إنه الامبليتيود، you need to know the amplitude or the magnitude، أوكي، و you need to know the fundamental frequency، we need to know the phase shift. three parameters. هل بقدر استخدم هذا السينوسويد اخليه as a basic building function لتعبير عن functions اخرى؟ مثلا لو انا جيت شفت هذا اللي هو square wave، اوكي، square wave، افرضوا عندي هذه ال wave form، اوكي، هذه ال wave form، حابب انا اعملها هيك، اوكي، هذه سكوير ويف بيريدك، تمام. بدي اسال حالي السؤال الاتي: هل بقدر انا افكفك هذه سكوير ويف باستخدام شغلات بعرفها انا بسيطه جدا؟ يعني بقدر اكتب اكس اوف تي باستخدام مثلا كونستانت سي زائد مثلا ساينوسويد، لانها بتشبه الساينوسويد بيريدك، يعني التشابه بينها وبين الساينوسويد انها بيريدك. بقدر اكتبها as a function of sinusoid مثلا a0 cosine omega naught t plus مثلا b or a1 cosine or a2 or a1، هنا a1 خليها مثلا، هنا a2 cosine omega 2 t. بقدر اكتبها، بدي اسال حالي السؤال ده، بقدر افك هاي لهذا الشكل؟ طيب واذا فكيتها شو الفائده من الفكفكه؟ هاي الاسئله كلها بدنا نستفسر عنها خلال هذا التشابتر. طبعا I can decompose this signal as such. كيف؟ زي ما انتم شايفين هاي بقدر افكها الى جزئين، جزء انه اللي معمولها shifting، هي دي سي shifting، هذا زي معمولها رفع مرفوعه بقيمه الكونستانت سي، هذا زائد سكوير ويف، هذه ايش؟ ترين اوف بلسز بنسميها، ترين اوف بلسز. اذا هي كونستانت سي، هذا الكونستانت سي اللي هو معمول دي سي ليفتنج اب اور داون، بلس اللي هو البيريدك سيجنال. هاي هلا هاي البيريدك سيجنال بتشبه الكوساين والساين، بقدر افكفكها الى سم اوف ساينز اند كوساينز، واكم ساين اوف كوساين بقدر افكفكها. فخلينا نتطلع على هذا المثال. بدي اورجيكم انا هون عندي
الماتلاب تسمعوا بالماتلاب، عندي كود بسيط هون جماعة حطيته. شو عملت في الكود هون أورجيكم إياه؟ جيت أنا عرفت الفاندمنتال بيريود هيها 2 باي، الفريكوانسي الراديان فريكوانسي 1 أوكي، لأن أوميجا تساوي 2 باي أوكي، 2 باي على تي، وأخذت تي تساوي 2 باي، فأوميجا تساوي 1 هيها 1، حطيت الراديان فريكوانسي 1، عملت سامبلينج حتى تصير إنه أقدر أعملها ريبريزنتيشن. وهون شو بسوي قاعد؟ كل مرة عملت فور لوب، هي فور لوب، كل مره هاي الساينوسويد بض هاي الفاندمنتال بيريد اوميجا نود وهذه ان، كل مره اكس اوف مثلا 1 ان بضربها، او عند ان ايكوال 1 ان ايكوال 3 ان ايكوال 5 اخذت كم ان؟ ان ايكوال 1 وان ايكوال 3 وان ايكوال 5، ثلاثه ساينوسويدز وجمعتهم. لاحظوا هنا الجمع، هاي جمعتهم كل مره بجمعهم، اذا فور لوب كل مره بجمع نيو ساينوسويد. يعني لو واحد يفك اكس شو تساوي اكس هنا؟ بالإضافة للكونستانت هذا سميه A1 مثلاً، A1 زائد A1 sin ال N equal 1 omega t زائد عند 2 سميه A2 sin N، هون كم بتصير N؟ بزيد 2 بتصير 3 omega not t زائد A3 sin ال N، كم بدي يصير هون؟ 5، 5 omega not t اوكي، وخلص وقفت الفور لوب وقفت. الان بدي اعمل سب بلوت، بدي اعمل سب بلوت لايش؟ بدي اعمل سب بلوت لا اول ساينوسويد هذا لحاله، وبعدين بدي اعمل اوكي كمان مره، بدي اعمل بلوت لهذا لحاله، واعمل بلوت لهذا لحاله، واعمل بلوت لهذا لحاله، وبعدين اعمل بلوت لمجموعهم. تعال نشوف شو بده يصير، خلينا نعمل ران ونشوف شو بصير. هاي النتيجه، النتيجة يا جماعة أمامكم، نشوفها مع بعض. هذا أول ساينوسويد، ساين أوميجا نوت تي، هذا تضاعفت الفريكوانسي تريبل، ساين 3 أوميجا نوت تي، هذا ساين اللي هو 5 أوميجا نوت تي، تمام؟ طيب هلأ إذا جمعتهم هذا زائد هذا زائد هذا، شوفوا المجموع شو بده يطلع. المجموع بيشبه ايش هذا؟ بيشبه ايش؟ سكوير ويف تقريبا، بيشبه ابروكسيميت ايش؟ بيعمل ابروكسيميشن لا سكوير ويف. طيب لو سالتكم السؤال الاتي، هل لو زدت انا عدد الساينز، يعني جيت هون ساينز ضفت لهم كمان ساين 7 اوميجا نوت تي وضفت ساين 9 اوميجا نوت تي، شو بتتوقعوا يصير للسكوير ويف هذه؟ It will converge ل بيور سكوير ويف، بتصير اكثر الدقه لتقريبها للسكوير ويف بتكون اكثر. هات نجرب، خلينا نجرب، بدي اجرب. هاي هون جيت على الكود، بدي أنا أضيف بدل ما هو 5 أخليه يوصل 11، يعني بدي أخذ أنا يعني مصطلح جديد عليكم الهارمونيكس اللي هو equal n equal 1 و n equal 3 و n equal 5 و 7 و 9 و 11، زدت عدد الهارمونيكس هذول، عدد اللي جمعتهم أنا زدتهم. خليني أعمل run ونشوف شو بدي يطلع معنا. طبعا أنا هنا ما رسمت الثانيات، بس رسمت الأولى اللي هي ساين أوميجا نوت تي لعند ساين 5 أوميجا نوت تي. طبعاً ما رسمت الكومبوننتس الأخرى، ما رسمتهم، ما في وسع هون. فشو بلاحظ أنا على الصم النت صار أكثر كلوز لايش؟ لسكوير ويف. طبعاً as you increase more and more، خلينا أزيد بزيادة، حتشوفوا إنه بيصل اللي هو الساينوسويد اكثر. فهي هون بدي ازيد اعمله مثلا 100، تمام؟ خليني اعمل رن واعمل لكم شير نشوف شو بصير بشكل سكوير ويف. شوفوا هون شو طلعت معنا، شو طلعت معنا؟ بتشبه سكوير ويف، خلينا نقول 99%، بس في عندي هون ايش؟ اوفر شوت. ليش بصير عندي هذا الاوفر شوت؟ حنتناقش فيه ليش بصير عندي اوفر شوت. طبعا لانه انت بتحاول السكوير ويف، في هون ديسكونتينيوتي،
هون في عندي discontinuity نسميها high frequency component discontinuity، وبستخدم continuous signal أنا حتى أعمل تقريب للdiscontinuity، عشان هيك بيظهر عندي هذول الovershoot هذول اللي شايفينهم بسبب الdiscontinuity اللي أنا بقدر بحاول بزيد عدد الهارمونيكس، يعني أنا قاعد بزيد عدد الهارمونيكس عشان أحاول أعمل لهاي إيش أخليها تتلاشى، طبعا مش حتتلاشى للآخر. طيب إذا هذا هو درسنا أو هذا الشابتر اللي إنه how to use sinusoids. لاحظوا إنه هذه السينوسويد بنسميهم إيش multiple frequency عند multiple frequency، تمام؟ هذا عند أوميجا نود، هذا 3 أوميجا نود، هذه 5 أوميجا نود استخدمتهم، أوكي، to express or to approximate a certain function x of t. طبعا مش شرط يكون سكوير ويف، أني سيجنال، أني سيجنال، وطبعا نحط شرط إنها تكون بيريدك، هذه بيريدك، هذه بيريدك. طيب إذا هذا هو بده يكون محل عملنا في هذا الشابتر. Hopefully إن الانترودكشن أعطتكم indication about what we are going to study. إذا الملخص، الملخص شو بدنا نعمل إحنا؟ الملخص عندك any signal x of t، any signal ممكن تكون هيك، أوكي هيك whatever any signal. طبعا أول شرط بدنا نحطه في chapter 3 هذا إنها تكون بيريدك، بس الشرط المطلوب منا إنها تكون بيريدك. شو يعني بيريدك؟ قلنا إنها تريبيت itself every t seconds، فلو طلعنا من هون لهون بتعيد نفسها السيجنال، بتعيد نفسها. طبعا لو رسمناها كمان أخذنا البيريدز أخرى حنشوف إنها بتعيد نفسها every t second. طب واحد أخذ النقطة هذه مثلا، هذه النقطة من هاي بتعيد نفسها هون، هاي t every t. يعني الشرط اللي بدنا إياه إنه x of t plus t تساوي x of t، هذا هو شرط البيريديسيتي. هلا هاي السيجنال حتى هاي شايفينها هذه، بقدر هذه السيجنال بدي أوجد طريقة إني أعمل لها إكسبرس، أكتبها أفكفكها، يعني أورجيكم بالضبط زي إيش. يعني مثلا واحد يجي يطلع على أي x y، ماشي x y الكارتيزيان. طيب لو جيت قلت لك انا الرقم هذا 5، ها بدي تفك لي اياه، او الرقم 10 مثلا بدي تفك لي اياه in terms of 2 الرقم 2، يعني يكون multiple of 2، اوكي. هذا افرض لي x axis 2، العشرة بقدر اكتبها ايش؟ 5 ضرب 2. اذا هذا بسميه الكوفيشنت، هذا الكوفيشنت مزبوط. لو اعطيتك رقم ثاني ال 15 او ال 16 بدي تكتب لي اياها in terms of 2، قديش الكوفيشنت يكون؟ 8. هذا بنسميه الكوفيشنت. فانا يا جماعه بدي، وهذا بسميه البيزز، هذا الاساس اللي انا قاعد بفك بالنسبه له. هلا البيزز بيصير عندي انا بالاكس اوف تي كوساين وساين، كوساين ان اوميجا نوت تي، وساينز كمان بقدر استخدم ان اوميجا نوت تي. طب وين الكوفيشنت اللي بدي ادور عليه؟ اللي هو اي اي او اي ان، وهذا بدي اسميه بي ان كوفيشنت. هون بالنسبه للكوفيشنت 5 وذ ريسبكت تو ذا بيزز 2، وهون الكوفيشنت 8 وذ ريسبكت تو 2. اذا حتى اقدر اكتب اكس اوف تي ان تيرمز اوف بيزز كوساين وساين، لازم اوجد قديش قيمه ايش؟ اي ان وبي ان. بدي اوجد البروجكشن، البروجكشن. يعني مثلا كمان كنا نيجي نقول، اذا بتتذكروا بالفيزياء نيجي نقول مثلا هاي الخمسه، العدد 5، اوكي فيكتور، بدي اعمل له بروجكشن على البيزز، هذا اي سميه وهذا نسميه جي، او اليونت فيكتور ايك اي وهذا نسميها بي يونت فيكتور، اوكي. فكيف كنا نعملها؟ نيجي نقول اكس، هذا نسميها اكس تساوي 5، can be expressed as a constant one projected على ال unit vector i، صح؟ زائد c2 projected على j، هذه الفكفكة صح؟ decomposition. طب كيف كنت أوجد c1 و c2؟ طبعا تساوي هنا إذا بدك 4i زائد 3j اللي هي تساوي مين؟ 5.
مظبوط الفيكتور 5 هذا او الفيكتور اكس. الفيكتور اكس كنا نفكه هيك. طبعا كيف بدك تتاكد اذا اليونت تاعته تساوي 5 الماجنيتيود 5 للاكس الماجنيتيود تساوي 5 فبنشوف انه 4 تربيع زائد 3 تربيع تحت الجذر راح تعطيه 5. اذا هذه الفكفكه هذا بنسميه البيزز. خلينا بس نركز هذا البيزز هذولا اللي بفكفك بالنسبه لهم هذولا ايش كوفيشنتس. نفس الطريقه الاي والجي بدي استبدلهم بكوساين وساين واجمع. طبعا هنا في عندي سيرتين فريكوانسي وبدي بدل سي 1 وسي 2 او جد اي سي 1 وسي 2 واقدر اكتب اي سيجنال اكس اوف تي. اذا اني سيجنال x of t can be expressed in term of cosines and sines, you need to find the coefficients حتى تقدر تكتبها. هذا هو اللي بدنا نعمله. اذا باختصار باختصار خلينا نرجع نتطلع على الاكزامبل اللي عندنا هون. هاي عندي انا هون f of t او x of t periodic signal. هاي f of t طبعا it has to be periodic. طلع هاي السيجنال وانت بتعيد نفسها every 2 by. اذا الفاندمنتال بيريود اللي هي 2 باي سكندز كل سايكل. الفاندمنتال فريكوانسي بنعرف ان هي 1 على تي نود اف نود تساوي 1 على تي نود فطلعت معنا 1 اوفر 2 باي سايكلز بير سكند. والراديان فريكوانسي اللي هي تساوي 2 باي اف 2 باي على 2 باي فبتطلع معنا 1. فهون عندنا انا الراديان فريكوانسي في هذا الاكزامبل يساوي 1 راديان بير سكند. اوكي بدي اوجد اشوف بقدر انا هاي افكها هذا السيجنال into sum of cosines و sines. اوكي واشوف انه قديش قيمة الكوفيشنتس هدولة قديش قيمة الكوفيشنتس. تعالوا نشوف مع بعض كيف ممكن نفكفكها بالرسم. اول حاجة هاي بيريدك وهذه معمول لها اذا بدك معمول لها shift by a certain value dc value. ايوه هذا الدي سي فاليو معمولها شيفت اب. فاذا بقدر اول شيء اطول الدي سي كومبوننت اللي هو عباره عن اي زيرو. هذا دي سي كومبوننت لانه الفريكوانسي كم تاعته صفر. هي فانا قدرت هاي افكها الى هاي زائد هاي. انت تعال اجمع هذا الكونستانت اي زيرو اجمعه مع البيريتك سيجنال هذا بيطلع معك هذا. هي اول فكفكه. اذا فكفكتها الى دي سي كومبوننت or average value plus ايش هذا الالترنيتنج مظبوط او الاي سي سيجنال. طيب الان هذه بتشبه ايش الكوساين والساين. اذا هذه بدي افكفكها الى هذولا sum of sines and cosines. تعال نشوف كيف بعملها. هاي اذا fundamental periodic signal بدي افكفكها الى fundamental periodic signal plus harmonics. طبعا وين الفاندمنتال بيريدك سيجنال؟ هذه بسميها الفاندمنتال بيريدك سيجنال. هيها ليش بسميها الفاندمنتال بيريدك سيجنال؟ لانها حملت نفس الفريكوانسي حملت نفس الفريكوانسي مظبوط حملت نفس الفريكوانسي واضحه. هيها حملت نفس الفريكوانسي تمام. طبعا هنا هون بس خطا بسيط بالنوتس. هاي تي نود هون هاي تي نود اوفر 2 تي نود اوفر 2 هاي تي نود. اوكي خطا بسيط حتى يكون الرسمات نفس الشيء. اذا انا هاي فكيتها هذه فكيتها الى فاندمنتال بيريدك سيجنال. هاي بيريدك وفاندمنتال. ليش فاندمنتال؟ لانها نفس الفريكوانسي هذه موجوده هون اخذت نفس الفريكوانسي تاعت الاوريجينال سيجنال. طيب وهدول بسميهم هارمونيكس. هدول ليش بسميهم هارمونيكس؟ لان هاي عند دبل اوميجا نود هاي عند اوميجا نود هاي دبل اوميجا نود او 3 اوميجا نود وات ايفر. فلما بكون عندك مالتيبل اوف ذا فاندمنتال فريكوانسي بنسميهم هارمونيكس. هاي اول هارمونيك. اذا فكفكتها الى نرجع كمان مره فكفكتها الى دي سي كومبوننت فاندمنتال بيريدك سيجنال هارمونيكس. هذه لانها عند ان اوميجا نود وهذا عند ان اوميجا نود فده بسميهم هارمونيكس مالتيبل اوف ذا فاندمنتال فريكوانسي. طبعا هذا بالرسم. فهذول لو جمعت انت هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي
هتاخد شكل مقارب لمين؟ للأوريجينال سيجنال اللي هي هذه. وشفنا بالماتلاب كيف عملناه قبل شوية حتى هذه. انت اذا جمعتهم كلهم حتحصل على شكل مقارب لهذه، وهذا اللي عملناه قبل شوي بالماتلاب. اذا خلينا نيجي نقول هنا اذا لاحظنا، هنا اذا لاحظنا، خلينا بس اعمل زوم اوت. هنا اذا لاحظنا الكوفيشنتس اللي شغالات عندي مين؟ طلعوا بي 1 بي 2 بي 3 اللي هم هذول، بي 1 بي 2 وبي 3. طب واحد ممكن السؤال التالي، دكتور كيف عرفت انه انا اي 1 تساوي 0 واي 2 تساوي 0 واي 3 تساوي 0؟ كيف عرفت بينما بي 1 وبي 2 وبي 3 مش 0؟ بنجاوبه، طبعا هذا بده يكون محل شغل او نقاش هذا الماده، بنجاوبه لانه هذا بيشبه الساين ولا الكوساين؟ هذا بيشبه الكوساين، فالكوفيشنتس تاعت الكوساين موجودات والكوفيشنت تاعت الساين زيروز. تمام. طبعا اذا كان شفتد هيك مثلا او شفتد تو ذا ليفت تو ذا رايت، حتلاقي انه على الاغلب اثنين موجودات. هي اول سؤال. اذا سؤال اول، why a1 a2 are decided to be zero، why b1 b2 are maybe not zero، how to evaluate such coefficients. اذا شغلنا الشاغل حيكون how to obtain these values a b1 a0 a1 a2 coefficients البروجكشن تاعهم. why we are exploring the periodic signals f of t okay as a weighted sum of sinusoid. ليش بنعمل هيك احنا؟ ليش قاعدين بنكتب البيريديك سيجنال as a weighted sum of sinusoids؟ ليش انا بدي افك f of t as a weighted sum of sinusoids؟ هاي الويت، هاي weighted sum، هاي السم مجموع، والويت هاي الوزن، وهي sinusoids. ليش انا بدي افك f of t؟ شو الهدف؟ شو الفائدة؟ شو الفائدة من هذا الكلام؟ طيب the answer to this and more questions okay will be subject of this chapter اللي هو باختصار بده يكون finding the Fourier expansion of continuous time periodic signal. كمان مرة شو بقول، هذا الشابتر هيكون how to find the Fourier expansion of continuous time periodic signal okay. In this chapter we are going to learn a new approach for decomposing signals. انتوا تعلمتوا ابروتش لديكومبوزنج سيجنال، منهم كان انه تفك اي سيجنال، علمناكم في تشابتر 1 انه اذا عندك سيجنال تقدر تكتبها، او اكس اوف تي مثلا تقدر تكتبها as a sum of odd component plus even component. مش هيك تعلمنا كيف افكها الى odd و even؟ طيب تعلمنا انه اي سيجنال نفكها الى البيسك singularity functions، وشفتوا في الاكزام في الامتحان انه كيف تستخدم اليونت ستيب فانكشن، الرامب، كيف تستخدم البلس اوكي حتى تقدر انت ترسم السيجنالز. فاحنا اليوم بدنا نتعلم نيو ابروتش، نيو ابروتش اللي هو باستخدام فقط الكوساين والساين. الكوساين اذا in particular we will show that periodic signals, a periodic signal can be decomposed into harmonically related sines and cosines. فكفكها باستخدام السين والكوسين. We will expand such analysis. هذه الطريقة هنستخدمها to compose even non-periodic continuous signals. طيب كيف بدنا نفكفكها إلى non-periodic signals؟ هذا بده يكون موضوع chapter 4. إذا في chapter 3 بدنا نفرض إنه كل signals are periodic. ونستخدم الفورير سيريز، وهنا حنستخدم الفورير ترانسفورم في chapter 4 to decompose non-periodic signals. طيب خلينا نبدأ الآن. Introduction. الانترودكشن بتحكي في الهندسة we try to decompose complex problems. عادة احنا شايفين نتعلم كيف complex problem نفكفكها into smaller and simpler problem. Okay. Also, we have shown that
One could express complicated signal into some of basic signals such as unit step, ramp, impulse, pulse. علمنا كيف نفكفكهم. Also, we show that complex system can be decomposed as a series or parallel simpler subsystems. فكفكناهم برضو systems حتى. طيب تعالوا نطلع بالمنظور mathematics. كيف هذا في تقارب بين الشغل اللي هنشتغله وبالماثماتكس. بالماثماتكس يا جماعة, okay, we also try to simplify analysis of complex functions using simpler ones. يعني عندك انت function complicated, هل في آلية أفكفكه إلى common functions؟ طب شو هم الcommon functions اللي نعرفهم؟ نعرف الfunction constant, وبنعرف الرامب, وبنعرف البارابولا, صح؟ هذول basic functions بنعرف نتعامل معهم. طب بقدر أنا أفكفك أي complex function إلو into these simple functions؟ Yes. تعال نشوف وين الجواب تاعهم. For example, for a given function f of t, we can use Taylor series to expand f of t into a constant plus ram plus parabola plus etc. كيف؟ عندك function f of t. تقدر تفكه إلى f توجد, يعني مثلا كان عندك نتخيل f of t تساوي اوكي x to k or x plus 1 to the power 5. اوكي مثلا افرضوا عندي هذا الاف اوف تي, هذا اعتبروه انه complicated signal. بقدر استخدم تايلور سيريز اوجد قديش قيمه اف اوف 0 تساوي 1, فبحط الكوفيشنت هذا بصير 1. اوكي وبضربه بكونستانت, هيو ضرب كونستانت. تعالوا اف برايم, هذه اف برايم عندي 0, باخذ اف برايم. قديش اف برايم اوف تي تساوي 5 سوري f of x هاي سميها of f t f of t اوكي 5 t plus 1 to the power 4 ومشتقة الداخل اللي هي 1. قديش f of prime عند الصفر تساوي 5, فبحط محل هذا الكوفيشنت 5 وبضربه بالايش البيسك فانكشن الرامب. نفس الشيء هون باجي باخذ الدبل ديريفاتيف وبحوضه عند الصفر فبيطلع معي كوفيشنت جديد, بحط قيمته هون وبضربه في تي تربيع بارابولا. اذا انا شو عملته؟ عندي هذا الكومبليكيتد, مثلا هذا كومبليكيتد فانكشن قدرت افكه انتو سم اوف ويت, هذا ويت مضروب في كونستانت بيسك فانكشن, كمان ويت مضروب في رامب, كمان ويت مضروب في بارابولا, كمان ويت مضروب في t to the power 3 على 3, كمان ويت اوكي قدرت افكفكه. اذا انا بالنسبه لي هذا بيساعدني كثير في الفهم وفي تحليل هذا الفانكشن f of t. هذا بالماثماتكس. طيب بالهندسه طبعا احنا بالهندسه بنحب الفكفكه. So if we use, طبعا ليش بنفكفكه into sum؟ لاحظوا السم مهم جدا هذا السم. ليش؟ If we use the principle of linearity, شو بتقول linearity؟ يعني أنا عندي مثلاً system بقدر أدخل f of t مباشرة وأوجد مثلاً y of t, وبقدر أدخل مين؟ هذا الكومبوننت أو أدخله هون وأوجد الريسبونس تاعه, بعدين أدخل هذا الكومبوننت وأدخله هون وأوجد الريسبونس تاعه, بعدين أدخل هذا الكومبوننت أدخله أوجد الريسبونس تاعه. بس أخلص بقدر مجموعهم اللي هو عبارة عن f of t يساوي مجموع الريسبونس هذا اللي هو عبارة عن y of t. إذا استخدمت أنا السوبربوزيشن برينسيبل, البرينسيبل أوف لينيرتي, هاي أحد ميزات الفكفكة. ممكن أنا ما أقدر أوجد الكمبليت ريسبونس دايركت, ممكن أوجد عن طريق الفكفكة. هذه الميزة. طيب then solving any problem involving f of t can be done by considering its decomposition. بدل ما اوجد الريسبونس مباشره لهي, بوجد الريسبونس لهي, بعدين لهي, بعدين لهي, بعدين بجمعهم وبطلع معي الكومبليت ريسبونس. وهذا هو هدف اصلا الفكفكه, احد اهداف الفكفكه. فخلينا نروح على اول شيء اللي هو الابروكسيميتنج بيريديك فانكشنز. كيف نعمل؟ طبعا هاي كلها موضوع ابروكسيميتنج. تعالوا اورجيكم ليش ابروكسيميتنج. هاي مثلا هنا شفتوا هذا المثال اللي اعطيتكم اياه, ما اخذت انا exact square wave, ما اعطتني exact, هذا approximate, صح؟ هذا approximate لانه مش exact اللي اعطاني, فاذا في عندي error, هذا errors, في عندي somehow certain errors.
Okay, that's why we call it approximate. طيب أول شيء three assumptions we need to make. أول شيء periodicity of x of t. هنا x of t it repeats itself every t capital seconds. تمام periodic. X of t is periodic with period t is also periodic with period n of t. طبعا إذا بتتذكروا قلنا كمان حتى لو أنت حطيت x n of t it is a periodic. Still it is valid. طيب قلنا لما تكون n equal 1 هذا بنسميها fundamental period. Fundamental period إذن هذه valid وهذه valid. وعرفنا fundamental period إنها إيش؟ We define the fundamental period t node as the minimum value of t satisfying هذه relation. على الأقل يعني مثلا لو جيت رسمته هنا قلنا هاي sinusoid هاي من هون لهون t node. واحد ممكن يقول إيش؟ ممكن يكون من هون ل هون 2t نود وهذه valid x of t plus 2t تساوي x of t valid هاي خذ الفاليو هاي تساوي هذه الفاليو اقل وحده هذه فهذه بسميها t نود fundamental period fundamental period ومن الفاندمنتال period بقدر احصل على الفاندمنتال frequency اللي هي 1 over t نود هي cycles per second or hertz وعندي الراديان فريكوانسي علاقتها 2 باي في اف نود راديان بير سكند راديان بير سكند اذا هنا مصطلح الفاندمنتال بيرد لازم تكون فاندمنتال خلينا ليت اس ستارت اور ليت اس كونسيدر ذا فولوينج سيريز اف انسان مفكفكي انا مفكفكها جاهزي هذا اكس اوف تي مفكفكها هيك 4 على باي هذا كوفيشنت نسميه مثلا اي 0 4 على 3 باي اي 1 4 على 5 باي اي 2 اوكي وهنا لاحظوا عند ساين اوميجا نود هنا ساين 3 اوميجا نود ساين 5 اوميجا نود هذول بسميهم هارمونكس وهذه هارمونيك وهذا الفاندمنتال ليش فاندمنتال لانه عند اوميجا نود معرف عند اوميجا نود هون نفرض اوميجا نود تساوي 1 تي نود تساوي 2 باي تطلع معنا فلو جيت انا طلعت فرضت انها هاي عباره عن اس 1 هاي S1 سميتها S1 بعدين جيت قلت let S2 تساوي S1 زائد كمان component harmonic سميتها S2 هيها بعدين جيت قلت كمان let X of T تساوي S2 مش هذه S2 سميتها S2 زائد a new harmonic سميتها S3 هاي كتبتها S2 زائد new harmonic عند ال5 نوع من الفكفكة طيب شوف شو نسوي هون هلا هي S1 S1 هي عبارة عن بيور ساينوسويد والماجنتيود 4 على باي هي 4 على باي وهي بيور ساينوسويد وعند تي نود هي تي نود تمام هلا بدي اجمع لهذه ال S1 اجمع لها كمان هارمونيك عند 3 اوميجا نود 3 اوميجا نود خلينا نطلع شو بصير معنا هاي عندي رسمته 3 اوميجا نود طبعا الماجنيتود هنا 4 على باي هنا 4 على 3 باي نقصت وعند هاي لاحظوا في هذه عند التي نود عملت 3 سايكلز واحدة اثنتين ارسم لكم اياها كمان مرة عملت 3 سايكلز هاي واحدة هاي اثنتين لأنه 3 نود انا برسم وهاي ثلاث في 1 تي نود هاي هاي تي نود عملت 3 سايكلز ليه لانه 3 اوميجا نود هون عندي هون اوميجا نود 1 سايكل 3 اوميجا نود فاذا جمعت اس 1 لهذا الهارمونيك شوفوا شو طلع معي المجموع اس 2 طلع معي طلع مجموعهم اس 2 بلش ياخذ شكل ايش سكوير ويف طيب لو جيت كمان ضفت بزياده ضفت له الان 5 اوميجا نود طبعا ما راسمها انا هون جمعت بزائد هاي ضفت لها زائد الكونستانت ساين 5 اوميجا نود تي ضفت لهاي لاس 2 اذا اس 2 زائد هذا طلعت معي مور كلوز تو ايش؟ سكوير ويف كل ما ضفت هارمونكس وهذا اللي شفناه وين كمان مره
اللي شفناه هون. As you increase the number of harmonics, هذه الفاندمنتال وهذول هارمونيكس، هذا هارمونيكس. As you increase the harmonics تأخذ شكل مطابق للسيجنال اللي بدك إياها وبقل الإيرور، وبقل الإيرور. تمام. إذن so الملخص so we see that as we add more harmonics to the series we converge more and more towards a square periodic signal. نروح ل square periodic signal. إذن هذه هي الفكفكة. باستخدام ساينوسويد قدرت أنا أعمل إيش اللي هو square wave signal. نبدأ في determining the trigonometric Fourier series representation. خلينا نترجم اللي ناقشناه إلى mathematical model. فأول شيء بدنا نعمله إذن how to obtain the trigonometric Fourier series representations. بدي أبدأ في مثال بسيط جدا، إنه يكون عندي أنا square wave. هاي square wave periodic طبعا، لأنه يعني كل شغلنا على البيريديك. أوكي، أسميها X of T مثلا. البيريود تاعها نفرض إنه هاي البيريود تاعها، طبعا نعرف كيف نحدد البيريود، أنا من 0 ل T نود. الماجنيتيود 1، ما في مشكلة. أوكي، إذا rectangular periodic signal. Let's consider rectangular periodic signal. خلينا نشوف كيف نكتبها، نفكفكها باستخدام الكوساين والساين. أوكي، إذا let us assume. أوكي، we need to approximate x of t. Okay, using just one approximate x of t. خلينا نكتبها كمان مرة. We need to approximate x of t. Okay, with just one sinusoid. فكيف نكتب إذا بدي أعمل approximate؟ هاي x of t، طبعا x hat يعني معناها approximate، لما أقول hat تعني approximate. بدي يكون الكوساين كيف أو الساين كيف نكتبه؟ نكتبه as a coefficient، مثلا خلينا نفرض إنه b1 coefficient في sine، لأن هي بتشبه الساين مش الكوساين، بدي أستخدم الساين. أوكي، أوميجا نود t. افرض إنه أنا بدي أنا أقرب الـ x of t في x of hat، طب شو هي x of hat؟ هي عبارة عن sinusoid. تمام، وفي بيطلع بينشا عندي، بما انه انا قلت ابروكسيميت بينشا عندي ابروكسيميشن ايرور with ابروكسيميشن ايرور. شو قيمه الابروكسيميشن ايرور؟ سميه ايرور اوف تي، عشان فانكشن اوف تي، ايرور اوف تي اللي هي الاوريجينال اكزاكت ناقص الابروكسيميتد 1 اكس هات اوف تي. هاي الايرور، عرفت شو الايرور. طيب هلا حتى يكون هذا الابروكسيميت، يعني لاحظوا هنا اوميجا نود معروفه، ليش تساوي اوميجا نود؟ تساوي 1 اور 2 باي على تي نود، معروفه. الانون فقط عندي الانون بي 1، اذا بي 1 از انون. الهدف اذا عرفته خلاص عرفت الابروكسيميشن. الهدف اوجد البي 1 الانون. هلا بنقول هاي الستيتمنت تو فايند بي 1 اللي هو الانون عادة، okay, we minimize certain error function. Okay, we minimize the mean or the mean square error. بدنا نعمل minimization ل mean square error criteria. شو ال mean square error؟ ال mean square error of the error of t طبعا e of t يساوي هاي المين من كلمة مين integration طبعا لأنه continuous، لأنه signal continuous فال error continuous، من ال over ال average or ال mean. أوكي، المين هو عبارة عن integration ال error square dt. كمان مرة، المين هاي ال average
الايرور سكويرد، هي الايرور سكويرد ماخذينه ومعملين له افريج، فهذا بنسميه المين سكوير ايرور كرايتيريا، المين سكوير ايرور كرايتيريا. طيب لو سالتكم كيف انا بدي اعملها مينيمايزيشن للمين سكوير ايرور كرايتيريا، كالتالي هذه بقدر اكتبها as such، واحد على تي نود، طبعا اخذتها اوفر 1 بيريود. اوكي، والايرور شو الايرور؟ هي الايرور، بعوض الايرور هنا اللي هو عباره عن اكس اوف تي ناقص الابروكسيميت اللي هو بي 1 ساين اوميجا نود تي كله تحت ايش؟ سكوير دي تي. طيب هلا عاده، هلا زي ما انتم شايفين المين سكوير ايرور هنا شو الانون الوحيد اللي فيه؟ بي 1. هلا انت لما يكون عندك اكسبريشن وفي انون، كيف بتحصل على الانون قيمته هذا؟ على البيست فاليو. كيف بتحصل؟ تعمل ايش؟ تشتق بتساوي بالصفر. خلينا نشتق احنا with respect to b1 الانون، اشتق المين سكوير ايرور، هاتوا نشتقوا with respect to b1، اشتقوا لي هون واحد على t نود من 0 الى t نود x of t ناقص b1 sin اوميجا نود تي الكل تربيع، المشتق التربيع اللي هو 2 هون، هي ضربت في 2. اوكي، ومشتقة الداخل with respect to b1 اللي هو minus with respect to b1 minus sin اوميجا نود تي دي تي. هاي اشتقيت انا، طبعا المشتقة بتدخل داخل الانتجرال لانه لينير، الانتجريشن لينير، فالمشتقة بتدخل لازم تساوي صفر، اشتقيتها with respect to b. تمام، خلينا نكمل هون. هلا بس بسويناها بالصفر، بصير عندي 2 على t نود من 0 الى t نود x of t، هيها x of t، هذا ال x of t بوزعها هون وبوزعها هون وباخذ على اللفت وعلى الرايت x of t في ساين اوميجا نود t تساوي b1 لانها constant 0 to t نود، تخرج خارج الانتجرال b1 sin تربيع اوميجا نود تي دي تي. تمام، هلا زي ما انتم شايفين هون الساين بقدر استخدم التريجنوماتريز. كيف بقدر استخدم التريجنوماتريز؟ طبعا هون لحظه، هون عندنا هون في عندنا خطا بسيط اللي هو عباره، اوكي نظبطه. هنا عندنا 2 على T نود B1، فهذه 2 على T نود عم بتروح مع 2 T نود، بصير عندي 0 to T نود X of T sin Omega نود T يساوي ال B1 بتضل هون 0 لل T نود. الساين تربيع بقدر استخدم التريجنوماتريز. شو بتقول التريجنوماتريز؟ نص ناقص نص كوساين ضعف الزاوية اللي هو 2 اوميجا نوت تي، فكيت الساين تربيع. اوكي، كله هذا دي تي. الان وزع هذا الاشتقاق او التكامل، بي 1 بضله برا من 0 الى تي نود نص دي تي ناقص نص، طبعا بي 1 على 2 من 0 الى تي نود كوساين ضعف الزاويه دي تي. إذا بدك تكمل التكامل جرب كمل بالبيت، بيطلع معك هنا B1 على 2 في T نود ناقص، طبعا هذا إذا كملت الكوساين، أنت إذا كملت الكوساين بشوية حركات بسيطة، خلينا نكملكم إياه هنا، minus B1 على 2 أوميجا نود ساين 2 أوميجا نود T، خذ من 0 ل T نود وعوض، بصير عندنا B1 T نود على 2 ناقص B1 على 2 أوميجا نود، عندنا هون الساين 2 أوميجا نود T نود ناقص ساين الصفر. أوكي، ساين الصفر يساوي الصفر، وهذا زي ما بنعرف إنه أوميجا نود انا نظبطها نحطها هون بديفرنت كلر شويه، هذه الاكسبريشنز بدها
2 باي على تي نود، فلو ضربت هون بيطلع معنا اوميجا نود تي نود تساوي 2 باي، بستخدمها هذه هون، هذه بستبدلها ب 2 باي، ساين الأربعة باي برضه صفر، فبيطلع معي النتيجة النهائية بي 1 تي نود على 2 تساوي ايش؟ 0 تي نود x of t ساين اوميجا نود t. طيب خلصت انا ولا لسه؟ خلصت. انا بدور على ايش كنت؟ شو الانون؟ تعال نشوف شو الانون كان. هيو الانون كانت بي 1 وانا اشتقيت اصلا الاكسبريشن with respect to بي 1، اذا بي 1 بقدر اكتبها بي 1 تساوي 2 على تي نود من 0 all over تي نود x of t ساين اوميجا نود تي. اذا هي اوجدت شو افضل قيمه لبي 1. كمان مره، شو اللي كان عندنا احنا نلخص؟ كان عندي x of t هذه، جيت انا كانت عندي x of t هاي، قلت بدي انا اقربها باستخدام 1 ساينوسويد. هيو بس الساينوسويد بعرف شو الفاندمنتال فريكوانسي، هي نفس تاعت الفاندمنتال فريكوانسي تاعت الريكتانجلر بيلدينج سيجنال، بس المش معروف الكوفيشنت هذا البي 1. طيب جيت قلت انا طب ما في ايرور، ايرور بين الاكزاكت وبين الابروكسيميت، واوجدت المين سكوير اوف ذا ايرور. المين سكوير اوف ذا ايرور اكسبريشن هي معروف، هذا المين سكوير اوف ذا ايرور كتبته. اوكي بعدين قلت خلينا اشتق اعمل مينيمايزيشن للايرور وذ ريسبكت تو بي 1، اقلل الايرور يعني افضل قيمه لبي 1 بحيث يكون الايرور اقل شيء يكون الايرور بحيث ان احصل على قيمه بي 1. اذا بي 1 بتعمل لي اقل ايرور، فاشتقيت المين سكوير ايرور وذ ريسبكت تو بي 1 سويتها بالزيرو، شويه ماثيماتيكال سمبليفيكيشنز طلعت معي هذا اللاست اكسبريشن. بدي انا بي 1 ضربت هنا في 2 على تي نود وهنا في 2 على تي نود، فطلع معي افضل قيمه لبي 1 حتى احصل على المينيمم مين سكوير ايرور. اوكي هذه هي، انه جيب اكس اوف تي سكوير ويف تضربها في الساين اوميجا نود تي وتاخذ تكامل اوفر 1 بيريد، يعني من صفر الى تي نود انك تاخذ التكامل اوفر 1 بيريود تضربه في 2 على تي نود بس. اوكي طبعا وي كان فيريفاي انه هذا السكند ديريفاتيف از بوزيتيف، هذا ماثيماتيكالي، والمين سكوير ايرور از مينيمايزد. طيب نرجع نطلع على النوتس. اذا هذا اللي عملناه سو فار، هذا اللي عملناه سو فار، اوجدنا شو افضل بي 1 ممكن تعطيني احسن ابروكسيميت ان تيرمز اوف ذا مينيمم مين سكوير ايرور. طيب خلينا هلا نيجي نطبقها على طول وين؟ في السكوير ويف اللي عندنا، نوجد بي 1، نوجد القيمه الحقيقيه لبي 1. هاي بي 1، هاي السكوير ويف، هاي عندي انا اكس اوف تي وبدي اوجد بي 1. كيف اوجد بي 1؟ خليني انا ارجع ارسم لكم اياها هون. هاي كمان مره كانت سكوير ويف هي هيك، طبعا بيريدك هاي الزيرو، هاي تي نود وهذه قيمتها واحد، هذه اكس اوف تي. قلنا اكس اوف تي الابروكسيميت بقدر اكتبها از بي 1 ساين اوميجا نود تي، تمام. واوجدنا انه افضل بي 1 تساوي 2 على تي نود، باخذ التكامل over t node over 1 period x of t بضربها في sin omega node t dt. هذا هو الحل، خلينا نطبقه. يلا ناخذ هذه، تعني انه over 1 period، يعني انت حر تاخذها من 0 ل t node او تاخذها من ناقص t node على 2 الى t node على 2 او تاخذها من t node الى 2 t node التكامل، زي ما بدك. افضل شيء خذه انت، افضل شيء مناسب لك بالحل خذه. فانا هون بدي اخذ من 0 ل تي نود على 2، هاي بيريد كامله، بدي اخذ هذا البيريد، انا بدي اكامله اوفر هاي البيريد. فهون بقدر اكتب الاتي 2 على تي نود من 0 ل تي نود على 2، قديش قيمتها من 0 ل تي نود على 2 من هون لهون؟ 1 1 اكس اوف تي اللي هي ساين اوميجا نود تي دي تي، زائد 2 او اوكي 2 على تي نود من
هلا بدي اخذ البيرد، خلينا نظبط الكالرز، زائد هاي زائد، بدي اخذ هلا البيرد النص الثاني هذا اللي هو زائد 2 على تي نود، من تي نود على 2 الى تي نود. تمام، قديش قيمه الفانكشن هون في هذه النص بيريود؟ ماينس 1. بحط انا هون ماينس 1 ساين اوميجا نود تي دي تي. تمام، هلا تكامل بسيط جدا، الساين شو تكامله؟ شو تكامله؟ ماينس كوساين، ماينس كوساين، ولازم يكون عندي اوميجا نود تحت، اذا 2 على تي نود، اوكي؟ ماينس 1 على اوميجا نود تي كوساين اوميجا نود تي من 0 الى تي نود على 2، زائد 2 على تي نود، عندي الماينس موجودة، إذا 1 على أوميجا نود كوساين أوميجا نود تي، وبرضه من تي نود على 2 إلى تي نود. هلا بس بظبط الأمور، طبعا بدنا نحط هنا معلومة نضلنا نتذكرها، إنه أوميجا نود تساوي 2 باي، على تي نود. من هون بقدر اقول اوميجا نود اذا انضربت في تي نود تساوي دائما 2 باي، بس تبدلها في 2 باي، هاي حطوها ببالكم. اذا هون هاي تي نود في اوميجا نود 2 على تي نود في اوميجا نود على 2 باي ناقص طبعا كوساين اوميجا نود، عوض محل التي تي نود على 2 مزبوط، ناقص كوساين الصفر، زائد هاي نفس الشيء، هاي بتنضرب مع هاي بتعطيني 2 باي، 2 على 2 باي كوساين، حط محل التي اوميجا نود، اوميجا نود في تي نود، ناقص كوساين اوميجا نود في تي نود على 2. هلا شوية تبسيط بسيط جدا، اوميجا نود في تي نود هيها كلنا شو 2 باي، فأوميجا نود في تي نود 2 باي على 2 كوساين الباي، هاي بتصير كوساين الباي، كديش كوساين الباي؟ ماينس 1، فإذا صار عندي هنا هاي ماينس 1 على باي، هنا ماينس 1، كوساين الصفر كم؟ 1، ناقص 1، زائد 1 على باي كوساين اوميجا نود في تي نود، قلنا اوميجا نود في تي نود قديش هنا؟ 2 باي، كوساين 2 باي 1، ناقص اوميجا نود في تي نود 2 باي، بستبدلها 2 باي على 2 كوساين الباي، ماينس 1 وماينس زائد 1 صار عندي هون، ويساوي ماينس 2 في ماينس 1 2 على باي، زائد 2 على باي، فطلع عندي اللي هو باي 4. إذا بي 1 قديش الكوفشن طلع قيمته؟ الكوفشن كم طلع قيمته؟ 4 على باي. إذا يعني آخر شيء نقدر نقول إنه يساوي الابروكسيميت، أفضل ابروكسيميت لها إن ذا مين سكوير ايرور سنس، اللي هو 4 على باي ساين أوميجا نوت تي. كل هالمعركة عشان نوجد الكوفشن هذا اللي هو 4 على باي. إذا أوجدنا إنه الكوفيشنت اللي بيقلل لي الايرور بين الإكزاكت والأبروكسيميت قيمته 4 على باي. هلا باختصار we need to generalize let us generalize إيش the approximation اللي عملناه الآن، أوكي okay. and define the trigonometric Fourier series. بدنا نعرف trigonometric Fourier series TFC اللي هو أي signal periodic x of t، أي periodic signal continuous time periodic signal x of t بقدر أكتبها as a coefficient constant or DC coefficient plus A1 cosine omega naught T زائد B1 كوساين أوميجا سوري
B1 هون A1 plus A2 cosine 2 omega naught t plus A3 cosine 3 omega naught t plus etc. plus B1 sine omega naught t زائد B2 sine 2 omega naught t plus etc. إذا هون باختصار بقدر أكتبه أي سيجنال بقدر أكتبها as a sum of cosines and sines مضروبة بكوفيشنس. هلا في بعض الكوفيشنس بيكون قيمتها صفر وفي بعض الكوفيشنس بتكون لها قيمة. هلا مثلا تعلمنا كيف نوجد B1. كيف نوجد B1؟ أثبتنا إنه B1 تساوي 2 على T نوت تكامل over 1 period X of T بسين أوميجا نوت T dt. وفي expression ل B2 وفي expression B3 وفي expression ل A1 نفس الطريقة اللي قلنا نشتقهم A2, A3 and so on. وفي expression ل A0 بنفس الطريقة بنعمل minimization للمين سكوير ايرور. نعمل minimization للمين سكوير ايرور. طيب هلا بطريقة أرتب نقدر نكتبهم as a بنشوف طبعا هون في تشابه بين هذا وبين هذا في تشابه. شو التشابه؟ في بقدر الواحد هذا الواحد هون في عندي واحد هون 2 هون عندي 2 هنا 3 وهنا 3 أحطهم as a series وبقدر أكتبهم as A0 plus summation of AN cosine N في omega naught T where N runs from 1 to infinity plus B summation of B N نفس الشيء sine N omega naught T where N runs from 1 to infinity. إذا هذه هي بسميها الفورير سيريز اكسبانجن. هذه بسميها الفورير سيريز اكسبانجن. هلا لما بنحل وبنوجد الكوفيشنتس في منهم بصفروا وفي منهم ما بصفروا حسب طبعا طبيعة الفانكشن اكس اوف تي. طبعا حسب طريقة طبعا كيف اوجد اس 0 وي كان بروف ذات انه اس 0 هي عبارة عن 1 على تي نود تعمل انتجريشن اوفر 1 بيريود لا اكس اوف تي وهذا الافريج فاليو بنسميه هذا الافريج value of the signal x of t of the signal x of t او بنسميه DC component بنسميه average value او DC component ال AN برضو 2 على T node over full period x of t مضروبة بكوساين N omega node T DT. لاحظوا هنا عندنا هاي هنا N وظهرت ال N هون ونفس الشيء الأخيرة اللي هي BN تساوي 2 على T node over 1 period بتعمل integration تضرب X of T في sin N omega node T DT. نفس الشيء هذا اللي هو N هون موجودة والN موجودة فقط. You have to evaluate these integrals وبتوجد الكوفيشنس هذا بالنسبة ل طبعا في عندك طريقه ثانيه بدل ما تستخدم المين سكوير ايرور اللي عملناه الديريفيشن الطويل المين سكوير ايرور حتى توجد هذول الاكسبريشنز في عندك كمان طريقه انه فقط روح على اكس اوف تي اوكي اعمل تكامل لاكس اوف تي اوفر فول بيريود هذا حتعطيك مين حتعطيك اي 0 وكمان روح اكس اوف تي اضربها ب كوساين ام اوميجا نوت تي مثلا دي تي اوكي هتعطيك تي نود على 2 في اي ان او اي ام. نفس الشيء تعال نفس الشيء اكس اوف تي اضربها في ساين ام او ان اوميجا نود تي دي تي هتعطيك نفس الشيء تي نود على 2 في بي ان. يعني عادي بنقدر نعمل هذا بنثبته المره الجايه بنثبته هذا الكلام بدون ما نستخدم اللي هو المين سكوير ايرور الطريقه السابقه اللي هي نعرف الايرور اللي هي تساوي x of t ناقص x hat of t ونوجد الطريقة الطويلة بنقدر نوجدها مباشرة بهذا الأسلوب. طيب قبل ما نثبت هذا الأسلوب أو خلينا نوقف عنده إذا نلخص let's recap today's lecture والمرة الجاية بنكمل. قلنا in general أي signal بتقدر تكتبها as a weighted sum of cosines وsines plus constant وكتبناها بالكومباكت واي هذا الكومباكت واي
إنه sum run over n, where n من 1 لإنفينيتي مضروب بكوساين هذه الفاندمنتال بيريود وهذه إيش بتعطيك الهارمونيكس. كيف أوجد؟ بضل عند السؤال كيف أوجد كل واحدة منهم A0, AN وBN. قلنا هاي الإكسبريشنز A0 you need to evaluate this integral, BN you need to evaluate this integral وBN you need to evaluate this integral, وبهذا الشكل بتكون أنت أوجدت الكوفيشنز هذول. هم الـ AN يا جماعة هايهم. شو هم الـ AN هذول؟ هاي بنسميها الـ A0 مثلا أو A1, هذه بنسميها قيمتها A3, هذه بنسميها A5. فهون انت اوجدت الكوفيشنز او ال B1 او ال B3 او ال B5. طب شو بالنسبة ل A2 مثلا بتكون تساوي صفر؟ شو بالنسبة ل A4 بتكون تساوي صفر؟ ال A هو الماجنيتيود, وهنا انه هو الساين 5 اوميجا نوت تي. اوكي, عند الخمسة مضروبة بالفاندمنتال فريكوانسي, فهذا بتلاقي خمسة سايكلز رسمتهم in one period. فهي ال one period مثلا, فلاحظ هاي ال one period كم واحدة رسمت هنا؟ ثلاثة سايكلز. هاي واحدة, هاي ثنتين, هاي ثلاث, هاي ثلاث. اوكي ليش؟ لانها A3 اللي هي عبارة عن sin 3 اوميجا نوت تي وهكذا. هذا باختصار, ويعطيكم ألف عافية لمحاضرة اليوم.